رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم في قناتنا في كلام في الميديا، وبنروح معاكم دلوقتي لاول فقره طبعا هي اخبار النادي الاهلي على الجرايد. الاهرام، الاهلي يفرض السريه على مرانه الاول بتونس استعدادا لنهائي دوري ابطال افريقيا. كارسيروني استبعد فتحي وهشام ومؤمن ويعيد ناصر ماهر لقائمه مواجهه الترجي. الأخبار، الأهلي في تونس اليوم استعدادا للنهائي الأفريقي المثير. الخطيب يرأس البعثة وكارتيروني يختار 22 لاعب والأحمر يدرس تقديم التماس للكاف. الأخبار المسائية السرية، سلاح الأهلي الفريق في تونس برئاسة الخطيب وتدريبات مغلقة بعيدا عن الأنظار. الجمهورية، الأهلي في تونس بحلم الإمارات. روز اليوسف، على بركة الله الأهلي في تونس. الأخبار المسائي، وزير الرياضة المصري والتونسي التشجيع المثالي شعار نهائي أفريقيا. الأخبار المسائي، الكاف يوجه ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الترجي. المساء، صدمة في الأهلي، الكاف قرر إيقاف أزارو مبارتين وكارتيرون يبحث عن بديل. الأهرام المسائي، الأهلي يخسر أزارو في نهائي أفريقيا، أسرار الساعات الأخيرة بعد قرار الكاف ضد المغربي. كارسيرون للإدارة، لا تخافوا وليد خارج حساباتي، العقوبة إيقاف مباراتين وغرامة 20,000 دولار. المصري اليوم، كارسيرون يخشى الضغوط التونسية على حكم النهائي الأفريقي.